هلا هون اللي عملناه، اخذت انا الموديل الاصلي ستيت سبيس، خلينا نتاكد منه مع بعض، نتاكد انه شغلنا مزبوط. وهذا صار الموديفايد سيستم اللي عملنا فيه، عملنا اخذنا اكس 1 واكس 2 واكس 3، ضربتهم في الكوفيشنتس تبعتهم وعملت لهم فيدينج باك. اوكي، وراح نشوف هلا كيف عملنا هاي الاشياء. اول شيء تاكدوا لي حد يفتح الموديل قدامه تبع ايه، بدنا نشوف A وB وC ودي انهم مزبوطين ولا لا. من المثال اللي حليناه المره الماضيه، نتأكد من ايه. هلا المفروض حسب ما حلينا المره الماضيه كانت ايه للسيستم قبل ما نغيره 010 مظبوط، 001 ناقص 1 ناقص 5 ناقص 6. اوكي مظبوط، هي ايه بي 001 وسي كانت 100 ودي مش محطوطه اصلا فانا حطيتها 0. اوكي، اذا هذا السيستم الاصلي. هلا راح اعمله هون، راح ألغي هلا هاي، لأن الظاهر إنه إحنا لسه ما صممنا. هلا إذا عملنا رن إحنا مدخلين هون ستيب إنبوت على السيستم، حاطين من 0 لواحد. نعمل رن للسيستم. هلا هون إيش اللي طلع معي هون؟ إيش هذا بيمثل؟ الخط الأول هذا هو الإنبوت ستيب، مش هيك؟ وإحنا مفترضينها من 0 لواحد، ممكن تكون أي شيء في الحياة الحقيقية، ممكن تكون أي شيء حسب القيمة اللي بدنا نوصلها. احنا بدنا السيستم يوصل لهذه القيمه من هون، وهذا اللي هو الريسبونس. هذا على فكره هو اكس 1 مظبوط. احنا اخذنا اخر فاريبل كان اظن هو نفسه اكس 1 اللي هو بيطلع في النهايه في الفانكشن. فهذا عندي هون اكس 1 الاوتبوت، وهي الريسبونس تبع السيستم. شو بنلاحظ على السيستم؟ خليني ازيد السيميليشن تايم عشان نعلق على السيستم. فخليني هون اغير مثلا، هاي راح اغيرها بدل 10 نحطها مثلا 30 ونعمل رن. ماشي، شو بتلاحظوا الان على السيستم؟ طبعا هذا السيستم هو ايش كان عندي الاوردر تبع ايه؟ 3x3. اذا هذا السيستم ثيرد اوردر سيستم، او اذا هو كومبينيشن كانه اوف ثيرد وسكند اوردر. وهلا عندي الرايز تايم، قديش الرايز تايم؟ كيف بحسب الرايز تايم بالحاله هاي؟ رايز تايم هذا ما بيقطع الخط، مش هيك؟ بيقطعه في بوصل انفريت. اذا نعمل 10% ل 90%. اذا عاده التعريف يعني ممكن في تعريفات مختلفه، نشتغل احنا على 10% ل 90%. راح نعرف الرايز تايم تبع هذا السيستم، نقول انه الزمن اللي باخذه حتى ينتقل من 10% ل 90%. 10% قديش تقريبا الزمن عند 10%؟ هاي 5 تقريبا 2. هاي بدت هون، هاي بدت من 1 على فكره. انت هاي انتبهت بدت من 1 5 هاي تقريبا 3 هاي 2. اذا هذه 1 تقريبا. اذا افتر 1 سكند وصل 10%. 1 سكند لقديش؟ 90% ننزلها هون، هاي تقريبا 11. تقريبا 11. اذا هون من 10 سكند من 2 ل 11 9 سكند تقريبا. اوكي، اذا الرايز تايم تبع هذا السيستم، هاي احد الاشياء مثلا كنا احنا نفكر فيها بدنا نحسنها بالسيستم. فعم نقول الرايز تايم تبع السيستم الاصلي 9 سكند. يمكن تكون هاي احد الاشياء اللي مش عاجبتنا بالسيستم. اوكي، الرايز تايم تبعه ليش انا بهمني الرايز تايم؟ لانه بدنا السيستم يوصل للقيمه النهائيه. يمكن هذا نشغل سيستم مثلا او عماله بدنا نحاول نستشير لشيء معين، الرايز تايم هون نسبيا ضعيف مثلا او بطيء 9 سكند. اوكي، هلا اللي جينا عملناه هون بدنا نعمل ستيت فاريبل فيدباك. ستيت شو يعني ستيت فاريبل فيدباك بكلامنا؟ اني بدي اخذ ستيت وطلعت انا كوفيشنتس لكل ستيت، وراح اضرب ستيت فاريبلز في كي، في ماتريكس كي. ايش الاوردر تبع كي؟ ايش الدايمنشنز تبعت كي؟ 1/3. وايش الدايمنشنز تبعت اكس؟ 3/1. مش هيك؟ اذا عندي اكس راح يكون عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3، واحنا مفترضين سم هاو بدها تصير افيلبل الاكس، مظبوط؟ فهاي راح نسميها الفيكتور اكس، الفيكتور اكس اللي هو اكس 1 اكس 2 اكس 3. وبايش راح اضربه؟ في كي، وراح يطلع معي سكيلر. ليش بيطلع سكيلر؟ لانه الانبوت سكيلر، تمام؟ وهذا راح ناخذه احنا هون نطرحه من الانبوت، مضبوط؟
بس انا ستيتس مش اكسسبل عندي، هي واضح الموديل A و B و C و D مش هيك؟ C ايش كانت؟ 1 اذا مين اللي طالع عندي هون على الاوتبوت على Y؟ Y شو بتساوي؟ X1. طب و X2 X3؟ ما موجود عندي. هلا انا ما بعرف لسه شيء اسمه اوبزرفر، اني اعمل ديزاين لاوبزرفر. اه شو راح اعمل؟ راح اعدل هذا السيستم بحيث انه اغير سي. عشان ايش يصير عندي؟ عشان اطلع x1 و x2 و x3. ايش فاليو تبع سي اللي بيطلع لي x1 و x2 و x3 سيبرتلي؟ الايدنتيتي ماتريكس. اوكي اذا هون راح اعدل. انا هون عم بعمل تشيتنج، عم بغش، بس ما فيش عندي طريقه ثانيه حتى اقدر اطلع x. ما في مكان اقدر اشبكه هون اطلع منه x. الحل الوحيد انه اخلي x تساوي y. x هي عباره عن x1 x2 x3. y ايش صارت بالحاله هاي لما عدلته؟ y1 y2 y3. بس انا عارف انه x1 بتساوي y1 و x2 بتساوي y2 و x3 بتساوي y3. ماشي واضح؟ فاهم؟ احنا لعبنا بالسيستم، بس لعبنا بمين؟ بسي. ما صبناش a و b، ما صبنا الايجن فاليوز تبعت السيستم. انا هون انا حتى اعمل ستيت فاريبل فيدباك لازم اطلع الاكسس برا، مزبوط؟ بس انا بالسيستم يمكن يكون الاكس مش موجوده اصلا هي كفيزيكال فاريبل، او بقدرش اوصل لها. يعني يمكن البلوكس تبعت السيستم ما تكونش بطريقه بحيث اني اقدر اطول اكس 1 واكس 2 واكس 3. تمام؟ ماشي واضح؟ فاحنا هون كنا نتشاطر ونرسم الموديل ونحط اكس، مش هيك؟ لما نفرجي فكره ستيت فاريبل فيدباك كنا ناخذ خط من هون ونقول هي اكس. بس انا بالحياه الواقعيه كيف بدي اجيب اكس؟ اكس ستيتس داخليه موجوده بالسيستم. اه هلا يا اما بعدين زي ما نشوف بعدين رح نصمم احنا اوبزرفر. اذا كان السيستم فولي ستيت اوبزرفبل معناها ايش؟ هي تعريف الاوبزرفابيلتي، انه بقدر استنتج ستيتس من مراقبتي الى الاوتبوت، حتى لو كان اوتبوت واحد، حتى لو كان واي. رح تستغرب بتقولوا كيف احنا بنراقب واي اللي هي سكيلر 1 اوتبوت فيرو، وبعرف اكس 1 واكس 2 واكس 3. نعم، بس بعد فتره زمنيه معينه اذا السيستم كان فول ستيت اوبزرفر. انا ما بعرف لسه كيف اصمم اوبزرفر هلا، اوكي؟ فبنضطر اغش، بس انا حابب اطلع اكس 1 واكس 2 واكس 3. شو الطريقه اللي بغش فيها حتى اطلع اكس 1 واكس 2 واكس 3؟ بغير سي. اوكي؟ واذا عملت سي ايدنتيتي ماتريكس صف واي مساوي ل اكس، واي 1 بيساوي اكس 1، واي 2 بيساوي اكس 2، واي 3 بيساوي اكس 3، وهي سي اذا بتطلع عليها سي عباره عن، ولازم تكون طبعا 3 باي 3. ليش؟ عندي 3 ستيتس. اوكي؟ فالستيت الاولى، فهاي اذا بتحللوا سي هاي عباره عن مالها بتقول انه واي 1 بيساوي اكس 1، واي 2 بيساوي اكس 2، واي 3 بيساوي اكس 3، مش هيك مضبوط؟ لانها ايدنتيتي ماتريكس. فاحنا هاي الخدعه اللي عملناها هون حتى اقدر اطلع اكس، مش هيك؟ حتى اكمل الموديل، ما عنديش ستيت، ما عنديش اوبزرفر. في الحياه الواقعيه انا شو راح اعمل؟ يا بحط 3 سنسرز زي ما انا عملت هلا وبغير سي ب 3 سنسرز، وبحط سنسر اذا اكس 1 واكس 2 واكس 3 اكسسبل عندي بالسيستم، بقدر ادخل والاقي مكان فيه اكس 1 بركب عليه سنسر، والسنسر بطلعه لبرا بصير واي 1. وقتها انا عدلت السيستم وعدلت سي اني حطيت 3 سنسرز. اذا هذا مش ممكن شو بدي اعمل؟ بعمل ديزاين ل اوبزرفر. شو راح يعمل الاوبزرفر؟ راح يراقب مين؟ راح يراقب واي 1، راح يراقب واي 1 لفتره معينه، وبعد فتره زمنيه فاينايت بيريد اوف تايم راح يصير عنده جود استيميت اوف اكس 1 واكس 2 واكس 3. راح يصير في عندي بلوك جديد اسمه الاوبزرفر ديزاين، فول ستيت اوبزرفر، اذا السيستم فول ستيت اوبزرفبل بمراقبته لواي اللي كانت طالعه من هون هيها، هاي راح يقدر يستنتج ايش اكس 1 اكس 2 اكس 3. وقتها بعدين شو بعمل؟ باخذ اكس 1 وبضربه في كي 1، وباخذ اكس 2 بضربه في كي 2، وباخذ اكس 3 وبضربه في كي 3. ماشي اوكي واضح؟ فانا لما عملت هيك هلا، لما حولت سي، شو صار متوفر عندي هون؟ هذا رغم انه خط واحد، شو صار يتحول الان؟ لثلاث خطوط مالتيبلكس او كومبلكس. بس هذا بعمل دي مالتيبلكسر عليه بيطلع معي. هلا بدي افترض انه اكس 1 طالع هون اول واحد، واكس 2 طالع هون، واكس 3 طالع هون. اوكي ماشي واضح؟ هي صار عندي اكس 1 واكس 2 واكس 3 اللي هم نفسهم واي 1 واي 2 واي 3. هلا الاوتبوت الاصلي اللي بدي اقارنه بهذا مين؟ اكس 1، لانه سي الاصليه شو كانت تطلعوا لي؟ كانت 1 0 0 ولا 0 0 1؟ 1 0 0. اذا هاي الاصليه كانت عباره عن واي اوف تي تساوي اكس 1 اوف تي. فحتى اقارن الاثنين في بعض مين بدي اخذ من هون؟ اكس 1 باخذ هي اكس 1. الان اكس 1 بضربها في 199 هيو حسب هناك، مضبوط؟ اكس 2 بضربها في 55 زي ما انا عامل هناك، واكس 3 بضربها في
8 زي ما انا عم بحكي وبجمعهم، فطلع عندي سكيلر مش هيك، اللي هي هاي العمليه نفسها، هي هاي K1 K2 K3 كيف جبت K1 و K2 K3 كانوا عباره عن K1 كان عباره عن الفا 1 ماينس A1 و K2 الفا 2 ماينس A2 و K3 الفا 3 ماينس A3 والفا وA هم ايش؟ الكوفيشنتس تبعون desired polynomial الفا اللي بدي اوصل له واحرك الايجن فاليوز له او البولز له، وA هو الاوريجينال polynomial تبع السيستم الاصلي. هلا بضرب هدول، طبعا واضح بضرب هاي في هاي رح يطلع عندي سكيلر مش هيك؟ هدول الثلاثة بضربهم بهدول الثلاثة بطلع معي سكيلر، هاي سكيلر طلعناه هناك، هاي طرحناه من الانبوت فصار عندي ستيت فيربل فيدباك. شو لازم يتغير الان للسيستم الجديد؟ كله هذا هلا لما بدمج هذا كله مع بعض شو تغير بالنسبة له؟ وشو تغير معي؟ صار عندي ايجن فاليوز جديدة. إذا شغلي مضبوط شو لازم يصير الايجن فاليوز الجديدة تبعت السيستم الجديد؟ مساوية للي كانوا بالسؤال مش هيك؟ ايش اللي كان بالسؤال؟ اللي هم ماينس 2 بلس ماينس 4 جي وماينس 10. فالسيستم الجديد هذا البلوك الجديد الايجن فاليوز او البولز الجديده تبعته المفروض انها صارت ماينس 2 بلس ماينس 4 جي، هي الاثنين اللي هم اس 1 اس 2 واس 3 حطينا اربيتراري على ماينس 10. هذول ايش وحدتهم؟ ريديانز بير سكند. شو كانت الايجن فاليوز الاصليه تبعت السيستم هذا طلعناها ولا ما حللناها؟ ما طلعناهم ولا طلعناهم؟ طلعناها بداية السؤال. انا مش لاقيهم عندي، هو مش مشكلة. اوكي ماشي، الكل فاهم شو اللي عملناه هون؟